انا اخويا الخبزه مره رفعت الجلسه. انا اخويا الخبزه مره. انا اتصل بيه المدعو جعفر تليفون ما نعرفوش معنا وقت 8:30 تفضل. قال لي لازمك تحكي الحكايه سيناري نعرف الدار وعندي عليك دوسيات يا اما تكذب. قلت له يا جعفر معناها انا بعائله معناها ومجيش معناها علاش انتم كل صحاح واحنا غلطي وانا غلط. الساعة 7:31 السعدي الجديداني تجيه رساله في تليفونه قل له السعدي يلزمك تكذب كذبه. انا بصراحه ترددت هزيت تليفون وطلبت المحامي متاعي سي محمد الخماسي. أيه. سي محمد الخماسي كان جاوبه هكا. أول مرة الرام وكلي في حالة رعب كبيرة كيف هذه، وهوني يظهر التهديد الكبير تاع المدعو جعفر القاسمي. 7:38 السعدي زيداني باعتبار أنه الوحيد اللي يحكي في كلام غلط وكان ظاهر عليه الارتباك زوجته الحليمة. شفته فايد الصباح يجري عروقات الشرتل وخايف. الله الحليمة الله الحليمة خايف على الاخ. وهذا كان رد السعدي زيداني. انا كي زدت ريت حليمة كيما هكاكا دخلت بعد. وانا ما عنديش الخبرة اني نحكي حكاية كيما هكا، وليت اتصلت بخالي بليل. خالي بليل اذا عنده خبرة في الحكاية هذية فهمتني، على الاقل قلت لقاش عنده كذبة، وكان جاوبه كيما هكا. ولا يكلمني هكا شنتي سعدي يعملي في الابريت وانا راقد ما هزيتش عليه. حتى حد ما كان يتصور اللي كونه السعدي زيداني باش يكذب كذبه كيما هذه. وفي تصريح في الجريده، لانه القضيه ولات قضيه راي عام، الضحيه تصرح. انا عرفته من عينيه. سعدي من اوله يكذب، عرفته. القتيله قالت عرفته يكذب. الله غمار الله غمار. السعدي زيداني حكايته غلطة. أبو السعدي سيدتي سادتي مهدي.